كأنها مركب ما بترساش على بر. الحجاب طبعا انا شايف انه الحجاب يعني هو صح، بس انا مش قادره. طوق نجاتها الوحيد هو حبها للحياه. حسيت ان انا حابه اشتغل وحابه ابقى متواجده، وحاسه ان ده ما يمنعش ده يعني. كنتي حابه النقاب؟ اه جدا. عملتي مره لايف كوتشنج سيشن اونلاين؟ كنت في المرحله صعبه بالنسبه لي، الناس عمرها ما هتقف جنبك كما يجب. انا مش ممكن اتجوز حد يقولي بطلي فن وعودي في البيت، احنا مش في القرن 19. ازاي تكوني فنانه مشهوره وعندك كل ده، وازاي تقدري انك تسيبي كل ده عشان تتحجبي مثلا؟ ارجو الجمهور يفهم احساسي. في لحظه حسيتي انه الفن حرام؟ انا عمري ما قلت الفن حرام، بس سميتي الاعتزال توبه. لا، ما في تصريحات كتيره اتقالت عن لساني بالهبل. على المسرح مع منى عبد الوهاب الليله 10:30 مساء في رمضان على قناة مصر الأولى.